تعالوا نشوف ازاي نعالج هذه الاخطاء ونعمل ايه في المستقبل. مفيش شك في الملعب طبعا، انت 20 دقيقة حصل فيها الانهيار، شوط اول انت افضل، شوط اول انت بتضيع. طبعا محمد صلاح لم يكن بكامل قوته، لم يكن موجودا. محمد صلاح كان في منه بس 20% من أداء محمد صلاح بسبب الإصابة، وده الحقيقة. يعني أنا ما زلت مصمما يعني إن غياب محمد صلاح وغياب عبد الله السعيد، هتقول طب عبد الله السعيد بيلعب، لا عبد الله السعيد ما بيلعبش. عبد الله السعيد منذ أزمته اللي وضع نفسه فيها، وعشان كده دي نصيحة لكل لاعب، حافظ على حالة الاستقرار اللي انت فيها. الفلوس هتجيبها، الفلوس ممكن تجيبها في اي وقت. فجأة عبد الله السعيد دمر نفسه وخيبنا، وكان عبد الله السعيد مع محمد صلاح الاثنين قوتين، لكن للأسف الشديد فقدنا صلاح بسبب راموس، وفقدنا عبد الله السعيد بسبب تطلعاته المالية. اللي شوفوا عبد الله السعيد منذ الأزمة، أزمته مع النادي الأهلي ضايع، مفيش، مش هو ده عبد الله السعيد أبدا يعني. لكن خلونا نستفيد من أخطائنا، ونشوف إزاي نعالج ده ونحافظ على المنتخب ده ونمسك فيه بديلنا وسناننا، ونقول يا جماعة أنت عندك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين، ونشوف إزاي نبتدي الناس يعني يفكرون في مدرب جديد. وعلى فكرة انت بتدخل تلاقي البطولات بعد يعني اقل من اشهر، يعني بتدخل في كاس امم، وبتدخل في التجهيز لكاس العالم القادم، والناس بتعمل كده. انت عندك فريق في 5 6 دون المستوى هتبني عليهم، ونستطيع ان احنا تاني طموحاتنا تستمر. لكن بقى لغة الهدم والذبح والتهكم واطلاق النكت مش لائقة ومش مناسبة، وممكن تعمل حالة احباط. بالعكس انا شايف ان احنا كون ان الناس حزينة يبقى معنى كده ان المنتخب ده او الفريق ده وصلنا لانه يبقى عندنا هذا الطموح. احنا من امتى كان عندنا طموح ان احنا ندخل دور الـ32؟ خلاص كان عندنا هذا الطموح ولم يتحقق. يعني انهيار في 20 دقيقة، جون الأول احنا اللي جايبينه في نفسنا، أخطاء دفاعية مع إن كوبر بيتميز كنا دايما بنقول أهو يعني بيستطيع إنه يحافظ على الدفاع، لكن اللي حصل في تلت ساعة أو أقل كمان 19 دقيقة بالظبط أو 18 حصل فيها الانهيار بأخطاء واضحة جدا. طبعا محمد صلاح من الواضح ان اصابته ما اسعفتوش يعني، وده يعني ظلمنا وظلم بسبب السفاح راموس اللي للأسف الشديد يعني ربما جاء تعادل اسبانيا يعني شاف يغللنا بعض الشيء، انه راموس لا ينتصر يعني. لكن طبعا اداء منتخب اسبانيا قوي بالتاكيد هيكملوا يعني، لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا نحافظ بقى على منتخبنا وما نذبحوش وما نرفعش شعار اذبح تربح. كل واحد عاوز يكسب له جولتين في الكلام، يصفي حسابات، يحاول ان هو يظهر وكانه المحلل الجيد. يعني اسهل حاجه دلوقتي انك تذبح المنتخب ده، لا تعالوا يا جماعه يعني لا نستخدم هذا الأسلوب على الأقل. وآه ده مش معناها إنك ما تعالجش الأخطاء، لا لازم نشوف إزاي نعالجها يعني.